فاضل. مرة أخرى أيضا نجدد معكم التحية واللغاء والترحيب بكل المتواجدين بكل المتابعين أيضا في هذا المساء ضمن السباق الختامي لبطولة السلك لعام 2020. بالفعل شاهدنا أيضا هنالك أشواط السرعة، أشواط المحترفين من مسافة 1000 متر، وأيضا بهذه اللحظات مع مسافة أخرى مع تحديات جميلة، أيضا مع أشواط الهواء مسافة 2500 متر. مسافة هذا السباق لبطولة السلك لعام 2020 مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. هنالك أيضا الاستعدادات ما قبل الانطلاق أيضا في حلبة التحضير للانطلاقات مشاهدينا الأعزاء مع هذه الأسماء 12 مشاركا يتنافسون مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام من أجل اللقب، يتنافسون في هذه البطولة أحد بطولات فزاعة أيضا بتنظيم من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. هذه الرياضة رياضة الماضي التي أيضا دوما تذكرنا بالماضي الجميل بماضي الأجداد وكيفية اصطياد الأجداد والقدماء للصيد مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. أيضا بهذه اللحظات شوطنا هذا مشاهدينا الكرام شوط الذكور الهواء، وهنالك المشاركين تركي بن سليم بن عايض الشداد الحارثي وابراهيم يونس بن شفيع بن محمد ومنصور بن سيف النعيمي ومنصور بن محمد بن عبد الله المزروعي، ايضا هنالك سيف بن حمد بن خلفان الشامسي مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام هنالك الاستعدادات الاوليه لانطلاقه هذا الشوط، وكل الشكر الجزيل ايضا للسيد عبد الله بن حمدان بن دلموك الكتيبي ايضا المدير الفني لمركز حمدان بن محمد لاحياء التراث. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام ومع اشواط الهواء اشواط الهواء والجماهير والمشجعين والمتابعين مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، وانطلقت الرايه انطلق هذا الشوط شوط الذكور الهواء، والمسافه ايضا 2500 متر 2500 متر مسافة هذا التنافس مع الهواء مع الهواء. الله يا بداية هذا الشوط، من يحمل الرقم 22؟ هنالك درزون درزون، ولكن هنالك مشاهدينا الاعزاء متابعي الكرام بالفعل درزون على المركز الاول، وعبد الله بن سالم بن عبد العزيز السلامه هو اللي قادم من يحمل الرقم 27، عبد المجيد بن ايمن بن سعيد المولد ابو اللي قادم في ثالث المراكز، من يحمل الرقم مشاهدينا الاعزاء متابعي الكرام هنالك 23 23، ولكن لنعود مع البدايه لنعود مع درزون ودرزون وعبد الله بن سالم بن عبد العزيز السلامه السلامه على المركز الاول. المركز الثاني عبد المجيد بن ايمن بن سعيد المولد
البلد محل مركز الثاني مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء. الإثارة والتميز هنالك مع البداية المركز الثاني المولد السلامة وعبد العزيز عبد المجيد بن أيمن بن سعيد المولد مع تفتيش إلى البداية مباشرة عبد المجيد بن أيمن بن سعيد المولد على البداية الأولى على مقدمة هذا الشوط. بالفعل الانتصار التحدي مع 27 التفتيش ويا عبد المجيد بن أيمن بن سعيد المولد. هنالك المركز الثاني اللي قادم منصور بن حمد بن عبد الله المزروعي مع قيار وايضا وصلت هنالك اللي وصل ابراهيم بن يونس الشفيع الله الله يا له من شوط ويا له من دخول قوي بالفعل في اللحظات الأخيرة من أول أشواط الذكور أشواط الهواء 2500 متر مشاهدينا الأعزاء متابعي الكرام تهانينا وألف مبروك يا عبد المجيد بن أيمن بن سعيد المولد لك التهاني. بالفعل التحدي وإثارة وجدارة مع التفتيش يا سلام. بالفعل ما شاء الله المركز الثاني من كانت هنالك متحمل الرقم 23 ابراهيم يونس شفيع بن محمد هنالك مع ذهب على المركز الثاني وثالث المراكز. كان ايضا هنالك منصور بن محمد بن حمد بن عبد الله المزروعي مع غيار بالمركز الثالث مشاهدينا الاعزاء. الرابع من يحمل الرقم 20 بالفعل غيار من يحمل الرقم 20 في ثالث المراكز. رابع المراكز من يحمل الرقم هنالك 30 احمد بن راشد بن سعيد بن خميس الساعدي مع مروح بالفعل راح بسلامات على المركز الرابع وخامس المراكز مشاهدينا الاعزاء. هنالك ايضا الرقم في هذه اللحظات على المركز الخامس مشاهدينا الاعزاء تهانينا والف مبروك ايضا هذا الفوز وهذا الانتصار مشاهدينا الاعزاء متابعي الكرام. عبد المجيد بن ايمن بن سعيد المولد هو من انتصر بهذا الشوط وفاز ايضا بجداره وبتميز بشوط الهواء 2500 متر مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. مسافه متميزه مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء تهانينا والف مبروك لجميع الفائزين وحظا اوفر لمن لم يحالفهم الحظ بالفوز والانتصار في هذا المساء في سباق الختام لبطولة السلق لعام 2020 وفي هذا اليوم المتميز ايضا هنالك 22 من شهر 2 لعام 2020 مشاهدينا الاعزاء متابعي الكرام. شكرا ايضا سعادة عبد الله بن حمدان بن دلموك الكتبي المدير الفني ايضا لمركز حمدان بن محمد لاحياء التراث وبطولات فزاع احد البطولات بهذا المساء مشاهدينا الاعزاء متابعي الكرام. وفي ختام هذه البطوله هنالك شكرا مخرجنا المتميز ملخص هذا الشوط حيث كان ايضا مره اخرى مع هذا الملخص كان التفتيش لعبد المجيد بن ايمن بن سعيد المولد بتوقيت زمني 2:41 مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام ايضا 16 جزءا من الثاني والمركز الثاني ايضا كان هنالك مع
مع ذهب لابراهيم بن يونس بن شفيع. مشاهدينا الاعزاء متابعي الكرام في المركز الثاني ثالث المراكز، ايضا مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء بالفعل كان هناك بالاحمر رقم 20 منصور بن محمد بن عبد الله المزروعي، مع المركز الثالث مشاهدينا الاعزاء متابعي الكرام رابع المراكز احمد بن سعيد، احمد بن راشد بن سعيد بن خميس السعدي.